السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ معلش الفيديو بس القديم قطع، فهنكمل بقى الفيديو دوت من اول ما احنا وقفنا. تمام، احنا كان اخر حاجه تقريبا نمبر 5 قلنا نيكل كروم قلناها ماشي. تمام، نمبر 5 اللي هتبقى ترو. تمام، نمبر 6 each substance has definite melting point and definite boiling. وديفينيت هنا يعني certain، محدده يعني. كل ماده ليها melting point بتاعتها والboiling point بتاعتها. الدنسيتي اوف هيدروجين اعلى من الاير؟ لا طبعا غلط، الهيدروجين اقل، عشان كده الهيدروجين بلالين الهيليوم او الهيدروجين بتطلع لفوق. تعالوا بقى السؤال ده، ديفرنت ماس يا حبايبي، بس الديفرنت سبستانس عندهم ذا سيم فوليوم. يعني ايه؟ يعني انا معايا 1 كيلو 1 كيلو، ام سوري ده كمان بيقول لي ديفرنت، لا ده 1 كيلو و 2 كيلو من مواد مختلفه، هل هيبقى عندهم نفس الفوليوم؟ اكيد طبعا لا. ده اصلا لو قال لي هنا كمان، بصوا بقى، قال لي ايكوال ماس، ده لو قال لي ايكوال ماسز كمان، مش قال لي يعني كيلو كيلو، 1 كيلو مثلا من الحديد، 1 كيلو مثلا من القطن، بس مواد مختلفه مش هيبقى عندهم نفس الفوليوم اصلا كمان، يعني مش ديفرنت بس، لا ده لو قال لي ايكوال كمان، هو ما دام قال لي ديفرنت سبستانس يبقى عندهم حاجات مختلفه. لما البوتاسيوم اكسبوز تو اير ات راست افتر سيفرال تايم، لا طبعا غلط، ده بيصدي على طول، ده بينفجر كمان. Is a molecule of solid substance vibrate in simpler vibratory motion. True. يعني solid الحركة بتاعتها بتبقى vibration اللي هي vibratory أو oscillatory قلناها قبل كده. Motion of gas limited. غلط. Unlimited. Unlimited. The distance between molecules are very small in solid substance. المسافات ما بين المولكيولز في حالة السوليد بتبقى very small. True. لأنها بتبقى جنب بعض. Number 13. The attraction force between solid molecule is very small. Attraction force ما بين solid molecule بتبقى very small. الاتراكشن فورس ما بقولش عليها very small خالص، لان دي قوه، بقول يا اما very strong يا اما very weak. دي بنقول عليها very strong لان solid very strong، فغلط. The molecules of the same substance، المولكيول بتاعت نفس الماده، بيقول لي different from each other، طبعا غلط. تعالوا نفهم السؤال ده عشان في ناس برضو بتتلخبط فيه شويه. يعني ايه المولكيولز اوف ذا سيم سبستانس؟ يعني انا مثلا عندي مولكيول من الووتر ومولكيول من الووتر ومولكيول من الووتر، مش كل دولت ووتر يعني كلهم H2O صح؟ هو بقى بيقول لي ان هما different from each other، مختلفين عن بعض، طبعا غلط، كلهم H2O زي بعض. During the melting process a solid lose energy، غلط، دي gain عشان تسيح، بتاخد طاقة اصلا، بتاخد طاقة، بتاخد حرارة عشان تسيح. المولكيولز اوف اكتيف جازز are formed of one atom، غلط. الانكتيف او النوبل او الانورت، الانورت او النوبل هي اللي بتتكون من 1 اتوم. طب الانكتيف جاز بتتكون من 2 اتوم، طبعا غلط، احنا لسه قايلين الانكتيف اللي هي الانورت اللي هي النوبل من 1 اتوم. الكومباوند از فورمد باي كومبينيشن اوف اتومز اوف 1 element، غلط، ديفرنت elements. الميركوري سوليد، فولس، غلط. النيوترون اكزيست ان نيوكليوس، حتى الان النيوترون في النيوكليوس، تمام. و carry both negative and positive charge، صح، هو شيل الاثنين. يجي حد يقول لي يا مستر انت قلت بي نيوترال او uncharged، ما احنا قلنا يعني ايه نيوترال او uncharged، يعني في الاثنين قد بعض اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، فيبقى بيشيل الاثنين، فبالتالي لا ده بيتحسب ولا ده بيتحسب، يعتبر نيوترال متعادل. الماس اوف اتوم از كونسنتريتد ان نيوكليس، الماس بتاعت الاتوم موجوده في النيوكليس، ترو، صح. بعد كده طبعا ادى الديفينيشنز اللي احنا قلناه، ودولت كل اسئله ال give reason هيجي منهم ان شاء الله، واسئله ال what happen طبعا، دولت شويه اسئله what happen مش كلهم بس نفكر فيهم ونعرفهم ونحفظهم، وان شاء الله برضو هجيب لكم الحاجات دي منها برضو، ودي السيمبلز طبعا، الرموز مهمه جدا جدا. تعالوا بقى نحل مع بعضنا شويه مسائل كده، شويه problems كده نفتكرها. طب اول problem كده بيقول لي، قبل ما ابدا بس البروبلم، انا في عندي مثلث اساسي كده، هنا الدنسيتي وهنا الماس اللي فوق الماس، قلنا البيك بوس بتاعنا هو الماس، وتحت هنا الفوليوم، ماشي. From the opposite figure find the density of the liquid if you know that the volume of liquid 20 سنتيمتر. طب انا عايز افهم، انا لازم اجيب الاول الارقام بتاعتي. هو بيقول لي هات لي الدنسيتي، اروح اعمل الدنسيتي واعمل جنبها كويشن مارك، وبيقول لي الفوليوم بيساوي 20، يبقى انا معايا الفي بتساوي 20 سنتيمتر كيوبيك، حلو قوي. ناقص لي مين؟ ناقص لي الماس. فين الماس؟ من الرسمه. قال لي البيكر وهو فاضي ب 200، يعني انا لما قست البيكر وهو فاضي، الكوبايه وهي فاضيه 200 جرام. طب لما حطيت فيها ليكويد بقت 250 جرام، انا عايز اعرف الليكويد نفسه كام؟
مش كانت 200 كوبايه فاضيه 200، حطيت فيها الليكود بقت 250. يعني كام؟ يعني 50. جت ازاي؟ بعمل الكبير 250 ماينس الصغير 200 هيساوي 50 جرام. يبقى انا كده معايا الماس ومعايا الفوليوم، اعرف اجيب الدنسيتي. اعرف اجيب الدنسيتي، ماس ديفايدد فوليوم، اخبي الدنسيتي اهو هيساوي ماس ديفايدد فوليوم. الماس بكام؟ لسه قايلينه 50 بعد ما جبناه بعد ما عملنا ماينس. طب الفوليوم بكام؟ 20 ايكوال في الاخر هيطلع 2.5. واوعى تنسى تكتب اليونت جرام بير سنتيمتر كيوبيك، اليونت عليها درجه. طيب نحل اللي بعد كده. هنا بيقول لي solve the following problem write all laws and measuring unit used. انا عايز كمان تكتب اللوز، قوانين المستخدمه واليونتس. in an experiment to determine liquid density، عايز اعرف liquid density. طب هنا قايل لي بقى، بيقول لك شويه ارقام كده. الماس اوف امبتي سلندر 65 والماس اوف سلندر والليكويد 155. ايه ده؟ ده شبه اللي فاتت بالظبط. ده من لي اتنين ماس، الكوبايه فاضيه والكوبايه بعد ما تحط فيها الليكويد. ده ايه ده؟ طب انا اعمل ايه؟ نفس الفكره، ما دام معاك 2 ماس 2 جرام اهو، تروح قايل لي الماس بتساوي الرقم الكبير ماينس الرقم الصغير وتشوف هيطلع لك بكام. هنا هنقول 155 ماينس 65، هنا هيطلع لنا ب 90 جرام. ومديني الفوليوم بتاع الليكويد 170، يبقى الفوليوم بتساوي 170 سنتيمتر كيوبيك. عايز يجيب الدنسيتي، نجيب الدنسيتي ازاي؟ مباشره، ماس ديفايدد فوليوم، يعني 90 ديفايدد 170 واشوف هيطلع بكام واكتب جرام بير سنتيمتر كيوبيك. لازم. طيب نمبر 3، نمبر 3 نركز فيها بس، فيها فكره صغننه جدا. بيقول لي calculate the density، يبقى انا عايز اجيب الدنسيتي. هحل تحت يا جماعه واحل بالاحمر عشان يبقى مميز شويه. انا عايز اجيب الدنسيتي، وبيقول لي ان الماس 0.5، الماس ايكوال 0.5 كيلو جرام. ثانيه بقى، انا ركز كده، ده كيلو، انا ما بستخدمش الكيلو خالص، ما عنديش في الدنسيتي او في الماس في اليونت 1 كيلو. طيب نكمل الاول، والفوليوم 200، يبقى الفوليوم بتساوي 200 سنتيمتر كيوبيك. تمام. طب تعالوا بقى، انا عايز احول من الكيلو، انا معايا كيلو جرام وعايز احول للجرام، كيلو وعايز احولها للجرام، اعمل ايه؟ هضرب في 1000 تايمز 1000 ملتبلاي 1000، يبقى انا الرقم ده هضربه تايمز 1000. طب لما اعمل 0.5 تايمز 1000 هيديني 500 جرام. يبقى انا كده معايا الماس ومعايا الفوليوم، واجيب الدنسيتي بقى عادي. الدنسيتي ايكوال ماس ديفايدد فوليوم equal 500 جرام over 200. هتطلع ده 0.0، هيطلع 2.5 نفس الكلام، بقول اليونت جرام بير، هكتبها لكم لوحدها اليونت عشان ما نلخبطش وما ننساش، جرام بير سنتيمتر كيوبيك، طبعا نكتب جنبها مش انا بس عشان المكان. دي نمبر 3. طب يبقى نمبر 3 الفكره ان هو جابها لي بالكيلو، بالكيلو. وفي طبعا مسائل سهله جدا وعلى طول ومحترمه على طول، يروح جايبها لي بالجرام، يبقى سهل جدا كتر خيره. طيب حلو، تعالوا نمبر 4، هنشيل بس كل الكلام ده. نمبر 4، تقل الالم بس سنه صغننه. The mass of empty beaker، نفس الفكره، الماس بتاعت البيكر فاضي 75 والماس بيكر مع الليكويد 133. طب لما يجي لي الارقام دي انا بجيب الماس ازاي؟ قلنا انا مديني ماس كوبايه فاضيه والماس وكوبايه مليانه، هقول الرقم الكبير ماينس الرقم الصغير الام اللي هي بنسميها ام 2 ماينس ام 1. طيب يا مستر، بعد ثانيه كده هجيبه لكم، ايكوال 58 جرام. طيب والفوليوم، الفوليوم ايكوال 100 سنتيمتر كيوبيك، عايز اجيب الدنسيتي كويشن مارك. طب الدنسيتي اجيبها ازاي؟ ماس ديفايدد فوليوم 58 اوفر 100 ايكوال 0.58، وما انساش اليونت جرام بير سنتيمتر كيوبيك. طيب نمبر 5 بيقول لي if the density of alcohol، الدنسيتي بتاع الكحول 0.8 جرام بير سنتيمتر كيوبيك. تمام جدا، يبقى هو مديني الدنسيتي كده، مديني الدنسيتي 0.8
جرام بير سنتيمتر كيوبيك. فايند فوليوم، يبقى عايز يجيب الفوليوم ومديني الماس 88 جرام مباشره. الفوليوم نجيبه ازاي؟ نطلع كده المثلث، انا عايز اجيب الفوليوم، هروح اخلي ماس ديفايدد دنسيتي، يبقى ماس ديفايدد دنسيتي. طب احنا لسه قايلين الماس 88 والدنسيتي 0.8 ايكوال 110. انا المره دي بجيب الفوليوم، يبقى اقول سنتيمتر كيوبيك. طيب ممكن بقى يبقى مديني 2 فوليوم، ودي بتيجي كتير برضو زي الماس كده. وين ا بيس اوف ايرون الماس بتاعها 78، يبقى الماس بيساوي 78 جرام. حطيته في جراديويتد سلندر، اللي هو جراديويتد سلندر اللي هو بيبقى زي كوبايه كده وفيها ميه، بيقول لي فيها 100 سنتيمتر كيوبيك من الميه، ده في 1 الميه الاولانيه، يعني فيها 100 ميه 100. الميه زادت اول ما انا حطيت قطعه الحديد، طبعا الميه زادت وصلت 110 اهو 110. ده معناه ان هي كانت الميه 100 اول ما انا حطيت فيها الايرن وزادت وبقت 110. يبقى انا عايز اجيب الفوليوم بتاع الايرن. انا كده على فكره عندي 2 فوليوم V1 وV2، عرفت ازاي؟ سنتيمتر كيوبيك او سنتيمتر كيوبيك. برضو الرقم الكبير ماينس الرقم الصغير هيطلع 10 سنتيمتر كيوبيك. عايز اجيب الدنسيتي، الدنسيتي هتساوي ايه؟ ماس ديفايدد فوليوم. يبقى الماس اللي هو بيساوي كام؟ 78 ديفايدد 10 ايكوال 7.8، وهقول كده جرام بير سنتيمتر ايه؟ بير سنتيمتر كيوبيك، لان انا بجيب الدنسيتي لازم اكتب اليونت يعني. ماشي حبايبي، عايزكم كده ما تتوتروش وما تخافوش من حاجه، ذاكروا كويس الكام يوم دولت، وان شاء الله ان شاء الله كلكم في الامتحان الشامل تجيبوا اعلى الدرجات وكلكم تتكافئوا، وابقى فرحان بيكم كلكم كده يا رب، وتاخدوا الجوائز اللي انا قلت لكم عليها ان شاء الله. واهم حاجه بس انا مش عايز استعجال، مش عايز توتر، مش عايز حد يبقى بيحل وهو مش واثق في نفسه او خايف. خلاص احنا بنعمل اللي علينا لغايه اخر لحظه، بس اهم حاجه نعمل اللي علينا، يعني اهم حاجه نجتهد ونذاكر ونعمل اللي علينا. امتحان الشامل امتحان مهم زي ما قلنا، انا مش عايز اوتركم فيه، بس في نفس الوقت مش عايزين نهمل، احنا لسه عندنا وقت لغايه لما نيجي. تمام، ذاكروا كويس وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله ربنا يفرحني بيكم كلكم حبايبي.